الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج. غدا هذا الإعلان هو الذي هيظهر في جميع الصحف المصرية، بيت الوطن، أراضي للمصريين في الخارج، أراضي متميزة للسكن العائلي والخدمات للمصريين بالخارج في القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، بدر، مدينة دمياط الجديدة، والمنيا الجديدة، 5 مدن جديدة، وشروط الحجز هتكون مبينة في الصحف، مساحات من 350 متر إلى 800 متر، والسداد بالدولار للمصريين في الخارج. سيادة الوزير، تحب تقول إيه كلمات أخيرة؟ أنا أولا بشكر حضرتك يعني على انفعالك مع هذا الموضوع، إنما أنا عايز أقول لحضرتك برضو إنه الوطن لم يطلب ولا منحة ولا مساعدة من أبنائه، إنما طلبوا منهم أتحلهم فرصة الاستثمار والسكن في الوطن. وأنا أعتقد إن ده شيء يعني مهم قوي، محدش قال لا تبرعوا ولا امنحوا الوطن، إنما قلنا تعالوا استثمروا، ولبينا طلب ملح جدا كان موجود عندنا في الفترة الأخيرة، إنه أبنائنا في الخارج عايزين مكان للسكن، عايزين استثمار في الخدمات المحيطة في السكن، فده أتيح لهم النهاردة. فأنا أعتقد إنه ده شكل مشرف جدا لكل الأطراف، وداعم للاقتصاد، مؤكد أنه داعم للاقتصاد الوطني. فبالتالي يعني الدعوة لهذا البرنامج أعتقد أنها دعوة وطنية خالصة، وأنا متأكد من أنه الحس الجميل، إذا كنا بنقول أن احنا لسه يعني ما بدأناش فعلا غير من بكرة زي ما حضرتك تفضلتي، والحمد لله عندنا حجز بنسبة زادت يعني نسبة مش بطالة، شفنا يعني تساؤلات ومرور على الموقع، يعني حاجات كتيرة قوي بتؤكد أنه بإذن الله هيكون المشروع ده في صالح الوطن. واعتقد ان يعني احنا متوقعين منه قد ايه يا فندم عائد؟ هي ان شاء الله 2 مليار ونص دولار. دولار إن شاء الله. باذن الله. وهناك ايضا شهادات الاستثمار الدولاريه اللي يتوقع ايضا ان يبدا الاعلان عنها ربما خلال الايام القادمه، غدا سيبدا الترويج ليها برضو في دول الخليج، بعض دول الخليج. اذا 2 مليار دولار من هذا البرنامج، و2 مليار دولار اخرى من هذا البرنامج، هذه اموال لدعم الاقتصاد المصري. اتوقع ان المصريين في الخارج لن يبخلوا على الوطن، مش بمنحه، مش بقرض، مش بمعونه، ولكن بشراء قطعة أرض واستثمار في شهادات عائدها الحقيقة متميز جدا. سيادة الوزير بشكرك شكرا جزيلا. أنا اللي بشكر حضرتك على هذا المجهود الحقيقة. أنا اللي بشكر حضرتك الحقيقة على هذا الحس وهذا التفاعل الجميل مع مثل هذه البرامج. وهنتابع بقى مع حضرتك دايما إن شاء الله. كل يوم بقى نشوف الحجز قد إيه للطلبة. إذن بيت الوطن غدا يعلن عنه رسميا في الصحف المصرية والصحف العربية، سارعوا بحجز أراضي في أماكن متميزة في 5 مدن. الخبر الأخير اللي عندنا هو إخلاء سبيل رجل الأعمال المصري عمرو النشرتي الذي عاد إلى الوطن منذ عدة أيام وسلم نفسه للسلطات. كان يعني أمامه عدد من القضايا تم تسويتها وخرج سدد كفالة أعتقد 3 مليون جنيه، ثم أمامه بعض الإجراءات القانونية الأخرى. بشكركم شكرا جزيلا، يوم حافل بالأخبار. غدا نشوف ماذا سيحدث، هذا الصراع المحتدم. أتمنى أن لا يكون صراعا على جثة الوطن، أتمنى أن يكون صراعا لنهضة الوطن. سيادة الوزير بشكرك شكرا. شكرا جزيلا يا فندم. أشكركم، أتمنى لمصر السلامة، وهذه لميس الحديدي تحييكم. تصبحوا على خير.